نحييكم من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة فجر اليوم، وسقوط عدة صواريخ في مناطق متفرقة بالنقب الغربي دون وقوع إصابات. مقتل أكثر من 150 شخصاً في سوريا أمس، والطيران السوري يواصل قصف مواقع في حلب وإدلب وحمص ودير الزور فجر اليوم. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 شخصاً في قرية بير هداج بالنقب قبيل تنظيم مظاهرة يوم غد احتجاجاً على أوامر هدم في القرية. المحكمة الدستورية العليا في مصر ترفض جميع المواد التي جاءت بالمسودة النهائية للدستور الجديد، متهمة إياها بسلب اختصاصات المحكمة. إصابة 53 شخصاً بينهم 45 جندياً أفغانياً بالتفجير الانتحاري قرب قاعدة أمريكية شرق البلاد. وأخيراً يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحدود 6 درجات مئوية. لكم تحية وإلى اللقاء. الموجز الرياضي من موقع القدس.com، أهلاً بكم. غزلان الجنوب شهاب الظاهرية يستعيد توازنه ويحقق انتصارا مهما على حساب مركز بلاطة بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث من دوري المحترفين الفلسطيني. في آسيا، عمان تنعش آمالها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالفوز على المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف، وإيران تتفوق على كوريا الجنوبية بهدف نظيف وتعتلي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات. إلى أوروبا، وفي تصفيات كأس العالم، المنتخب الفرنسي يفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المنتخب الإسباني في مدريد، وإيطاليا وهولندا تحققان الانتصار من جديد. ألمانيا تفرط بفوز عريض على المنتخب السويدي بعدما تقدمت بأربعة أهداف دون مقابل، ليعود المنتخب السويدي في الشوط الثاني لمعادلة النتيجة بقيادة مهاجمه إبراهيموفيتش. أخيراً، في أمريكا الجنوبية، المنتخب الأرجنتيني يواصل مسلسل انتصاراته ويحقق فوزاً جديداً على حساب المنتخب التشيلي بهدفين مقابل هدف واحد. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء. الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. طلب وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي أمس اللجنة الرباعية ممارسة مزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة المعيقات التي يفرضها الأخير أمام حركة التجارة مع الجانب الأردني، خاصة فيما يتعلق بقضية المعابر بين الطرفين الفلسطيني والأردني. أفادت مصادر اقتصادية عن توقف تجار الأنفاق في القطاع عن استيراد أنواع من السلع الغذائية لفرض وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة مزيداً من الضرائب عليها، والتي تعرض تجارتهم للخسارة على حد تعبيرهم. قال مسؤول سويسري رفيع المستوى أن بلاده بدأت إجراءات تحويل 1,080,000,000 دولار لدول عربية، والتي تعود لقادة سابقين في مصر وتونس وليبيا. تتجه اليابان لتجاوز الصين كأكبر دائن للولايات المتحدة منذ ظهور الأزمة المالية العالمية، وتبلغ قيمة ديون بلاد الساموراي على أمريكا حوالي 1,150,000,000,000 دولار. وأخيراً، أسعار العملات مقابل الشيكل.